يا هلا والله ويا مرحبا ويا مسهلا وكل الهلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، مساك الله بالخير. حياك الله، شلونك؟ زين، عساك طيب؟ الحمد لله. شو علومك؟ ايش فيك؟ والله العظيم ترى والله العظيم بسلم، والله بس ايش فيك؟ اي هذا انا بسلم وياك. اي بس ايش فيك معانا الصب عادي عليه؟ ما ادري اعصكك اطلاقا. اصبر عادي، اصبر فراغ يعني. اصبر بقول لك حاجه، اليوم مندي ولا شو السالفه؟ ولا ممنوع؟ هذا المندي حق ناس. حق ناس، الحمد لله يا ربي لك الحمد لله الحمد لله. انه حق ناس عليهم بالف عافيه. اليوم الحماس. ايه اليوم الحماس؟ اليوم. يعني المندي، يعني المندي ذا حق ناس. ايه. الحمد لله، لان احنا والله صراحه ملينا صراحه من هالمندي اللي تسوي. اقول لك. اصبر، لا لا والله بعلب بعلب. والله ايش فيك؟ يا اخي ملينا. اجل بالله عليك تحط، والله العظيم عم بعلب، تحط اربع زبد. لا 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 والله لا. اربع زبد، اصبر عاد، اربع زبد. عاشر انا، اربع زبد يا عم. اصبر عاد. مش عاشر الواحد يحط زبدة، والله العظيم يا جماعة الخير نبك أربعة زبد، والله العظيم نعصر الدهن. ما والله العظيم أقول شف 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 شف، خلني يوم أنا أسوي مندي، خلني يوم. لا 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 خلني أسوي اليوم، لا اليوم أنا بسوي، والنهاية كنت خلني أسوي اليوم. ترى بخالف جاسي جاملك، ترى يقول إن المندي حلو بس كذا. والله ما ادري بعد، روح بدون صوت بس. شلون صار زي كذا بدون صوت؟ رسالته والله في الصوت، بس يلا ان شاء الله مره ثانيه بعدين نتاكد من الفيديو اذا في صوت ولا ما في. بعد طلع بدون صوت، انا مشيت من الموقع عشان صورت لكم وضحكتوا معانا واموركم طيبه الله يحفظكم. سوينا شوي حركات مع ابو احمد، سوالف وضحك مع بدويش. ابو احمد نقول لكم يعني انه مطنوب وبس، هذا اللي طلع في السالفة وضحك من الجميع. اللي ما فهم في سالفة الضحك اللي مساها كلنا. قلت انا ابو احمد مطنوف وزعل، قال لا تقول، لا تقول زي كذا، لا تقول. قلت له ان شاء الله بس الناس تعرف انك مطنوف، خلاص بعد ليش تزعل وبس. وراح الفيديو جاكم بدون صوت، الله يسامحك يا فيديو، عشان انا السادر وانبسطنا. بس يلا الامور طيبة ونشوفكم على خير.